إذن بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم مرة أخرى على التغطية ديالكم الجلسة الثانية، واللي مع الأسف أنه ما تمكناش خلال هذه الجلسة الثانية أننا نستكملوا المناقشة والمصادقة على النقاط المدرجة. اضطرينا أنها غادي ترفع إلى أجل غير مسمى بسبب أنه اختيار أحد نواب الرئيس والتحكم في الرئيس لرفع الجلسة بدعوى أن النظام الداخلي يلزمه برفع الجلسات على الساعات السادسة والنصف، وهذا فعلا طبيعي، ولكن كانت جارت العادة داخل الجماعة لا في الولاية السابقة ولا في هذه الولاية أنه ملي كتوصل الوقت كيبقى لنا النقاش يعني بسيط أو أننا كنكونوا تقربنا لاستكمال النقاط، كنضطروا أننا يعني نتفقوا باش نواصلوا المناقشة والمصادقة حتى لا يضطر الإخوة باش يرجعوا مرة أخرى. ولكن الطبيعة ديال المجلس ديال الجماعة هو عارف يفتقدوا لسلطة رئاسة المجلس كما هو يعني معروف في جماعة بوعرف المجلس الحالي، وكما تبعتوا خلال الجلسة لأن الجلسة طيلة الساعات ديال المناقشة احنا كنناقشوا في أمورين خارجة عن نقاط جدول الأعمال بأساليب مع الأسف يعني بكل صدق أنها لا تشرف المجلس ولا السكينة ولا المشهد السياسي ولا العمل الجماعي في المغرب. نقاشات كانت فيها ثنائية تبادل التهام، بل بعض الأعضاء وصف المتدخلين بالنابح وغير ذلك، وأكد بدأوا النواب الرئيس يؤكدون هو يفتخرون وكان هو إنجاز في الوقت اللي كتكون هذا النوع من الانزلاقات، أن الرئيس المجلس يطلب من العضو اللي اخطأ في حق الزملاء دياله في حق المتتبعين في حق الاجتماع أنه يطلب منه يعتذر ويسحب ذلك الكلام، وطلبت من الرئيس أنه يطلب من العضو أنه يسحب هذا الكلام ويعتذر، لأن هذا الكلام باش تقول أنه كتنحو، احنا ما كنحوش، نحن نناقش قضايا تهم السكينة. السيد الرئيس خصو يفهم بأنه رئيس هو ينفذ المقررات ولا يقرر، ما يمكنش غتجيب الميزانيه بالطريقه اللي كتشوفها نتايا وغادي تفرضها علينا. سينو علاش حنا كنجتمعوا؟ علاش دار هذا المجلس التداول؟ علاش دار هذا المجلس الذي يقرر؟ الرئيس كيدير مشروع الميزانيه يعدها مع الطاقم ديالو كيقترحها للمجلس، والمجلس كيشوف، لان المجلس شنو هو؟ المجلس عنده واحد الرؤيه للتنميه، المجلس هو اللي عنده واحد النظر، المجلس عنده واحد السلطه اللي عطاها للمجتمع باش يقرر، والرئيس خصو يستمع للمجلس ياخذ الملاحظات ديالو، وعنده الحق انه يقنعنا انه اذا كان كيشوف بانه التقديرات ديالنا في الميزانيه خاطئين انه غادي يقول لنا اودي راه هادشي ما يمكنش. ولكن حنا عاوتاني باش نبقاو نصدقوا على الميزانيه وفي التنفيذ ديال الميزانيه يمشي يخدم ينفذها جزء من الجماعه كيستافد من خدماته جزء لا، هذا هو اللي قلنا له. قلنا له السيد الرئيس مادام جزء في الجماعه هو اللي كيستافد اودي بغينا هذه الميزانيه كذلك نقصوها 50%، وتعهدنا امامه قلنا له اودي كنديروا لك 50%، بين لنا خلال هذه الاشهر المقبله انك كتقدم الخدمات بشكل عادل متساوي لساكنه الجماعه في الدوره ديال ما يديروا تعديل الميزانيه ونعدلوها ونرفعوا لك، ولكن باش نجيو نعطيوك شيك على بياض وتبقى دير اللي بغيتي راه ما يمكنش. وكنطلب وكنتمنى ان الرئيس والنواب ديالو انهم يوصلوا واحد المستوى ديال الرقي. ثم انا صرحت لكم البارح قلت لكم بان الصفحه ديال جماعه بوعاق لم تنشر الاعلان المتعلق بالبحث العلني، لان البحث العلني المتعلق بتصميم اعاده الهيكله عنده اهميه، الناس ديال بوعاق خصهم يعرفوا باش يجيو الجماعه يقدموا بالملاحظات ديالهم، لان هذا راه كيضرب الممتلكات ديالهم بديورهم بالاراضي ديالهم. ما داروا لا في المواقع ديالكم الالكترونيه اللي كيقراوها السكينه ولا في الموقع ديال الصفحه، مشاو خلاو في الجماعه جاوا 54 ديال الناس في حين انه كاين الاف ديال الملاك. قلت ان هذه الجماعه اللي كتنشر، انا في الصفحه ديال الجماعه ما عرفتش شفتوها، كتنشر القواعد الفقهيه، علاش؟ لان اللي كيشوفها مع قلت ما عرفتش شكون كيسيرها، شي واحد واش من المغرب واش من ايران، قلتها ولكن ما يجيبش هذا النقاش يخلق منه البلا داخل في الجلسه انه يمشي يصرح كذلك كياخذ الكلمه في القانون الاداري في الطعون اللي في المحكمه وكيجي كيعطينا دروس. حنا يجي يعرض علينا ينظم دوره ولا ينظم عفوا ندوه حول موضوع ديال القانون الاداري ولا حتى موضوع نجيو نحضروا، واذا كنا غادي نستافدوا ولا كنا غنفيدوا نفيدوه، ولكن باش تجي في جدول اعمال مؤطر وغادي فيه نقاط محدده وغادي تجي وتبقى تناول المواضيع خارج عن الاطار، هالنتيجه يومين ما استطعناش اننا نتداولوا في نقاط جدول الاعمال، يومين ما استطعناش نكملوا النقاط، يومين وحنا كنناقشوا خارج الاطار، يومين ما خرجنا حتى بشي مقرر يفيد السكينه. لذلك هذا يعني انا احمل المسؤوليه للرئيس الدرجه الاولى، لان الفيديو اللي عندكم انتم الحضور ديالكم شاهد على ان الكل كان كيسير
الرئيس كيتفرج، النائب كيعطي الكلمه للزميل ديالو، ولا كيقاطع وكيقول الرئيس اقطع هذا اعطي هذا. الجو ديال الفوضى، ما كاينش سلطه تسيير الجلسات، هذا هو السبب ديال هذا الفوضى اللي كنعيشوها. كنتمنى ان السيد الرئيس انه يحاول يكون شويه راسه ويفرد شويه راسه ويسير ويفرد سلطه الرئاسه. اللي عنده كلمه يعطيه كلمه، واللي خرج على الاطار يخرجوا، والا ما بغاش يتاثر كاين السلطه يطلب، والاخوان يساهموا بشكل جماعي. ولكن هذا الجو يعني يسيء للرئيس اولا، ويسيء لنا كاملين، ولا الاذن الرئيس باش يستخلص الواجبات او المداخل وينفق لنا فقط. هذه الوثيقه كيقوم بالاعداد ديالها الرئيس والطاقم ديالو، كتعرض على اللجنه، كتعطي الملاحظات والاقتراحات، وكتعرض على المجلس للتداول والمصادقه. حنا كيعرضها علينا الرئيس كنناقشوها، وخصنا نقدموا تعديلات الى كانت تعديلات ومن بعد نصدقوا عليها. حنا شنو كنقولوا للرئيس؟ كنقولوا خص ندخلوا تعديلات على هذه الميزانيه. هذه الميزانيه كنشوفوا فيها تقديرات ما مناسبناش كمجلس وكاغلبيه. الرئيس خصو يعرض علينا هذيك التقديرات اللي كنقترحوها باش نصدقوا، لان يا اما غتصدق على الميزانيه يا اما غترفضها او لا غتعدلها. الرئيس ما بغاش ياخذ التعديلات ديالنا، اذا حنا ما بغيناش نرفضوها، لان ما بغيناش نشاركوا في التصويت، ما بغيناش نوافقوا عليها. كنتشبثوا وكنطالبوا بانه خص يدخل التعديلات اللي تقدمنا بها. انا ذاك كنصوتوا، اذا حنا ما صوتنا بنعم ولا بالرفض وما امتنعناش. طلبنا انه يتسجل في المحضر باننا نتشبث بادخال التعديلات التي نراها تخدم ساكنه الجماعه، وغادي تقطع طريق على الرئيس باش ما يبقاش يلعب في الخدمات اللي كيقدمها حسب هواه. أتمنى أن لا يتكرر هذا. شكرا. إذا كنت مازال مقتنع بأن ما عندناش حق نعدلو، ما يحتاجش نهضرو، لأن حنا كنهضرو عندنا ملاحظات وتعديلات. لذلك إذا كنت مقتنع بأنه داكشي اللي جيتي به هو اللي كاين، غير قول لنا ما تعدلوش، لأن حنا غادي نبقاو نقدمو اقتراحات ديالنا وتعديلات ديالنا، وغادي نحافظو على الملاحظات ديالنا في المحضر. هاد الباب السيد الرئيس فيما يتعلق بالإعانة للمؤسسات الأخرى، مع الاسف انه رغم التوسع ديال اسطول النقل المدرسي، ورغم ارتفاع التكاليف ديال الغازوال اللي البارح هضرتوا عليه بالمطولان، وعلى الاصلاح ديال السيارات اللي اصبحت متلاشيه، انه لقيناه ما زاد فيه ولو درهم، في حين ان حتى اللجان التي سبق لنا ان اقلناها واللي قلنا الاسباب انها ماشي موضوعيه، لانها الفريق ديال الكره ردت ليه البال بانه السنة الماضية يحقق الصعود ويستحق الدعم، وحنا معاه يستحق الدعم فعلا. ولكن واش هاد اللجنة وهاد المكتب السيد الرئيس ما عرفتوش المعاناة ديال التنسيقية ديال جمعية المجتمع المدني ديال بوعاد اللي كتسير الأسطول ديال النقل المدرسي، واللي السنة الماضية لأسابيع، أعتقد لأسابيع، وهما من ضمن وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، حيت ما عندهمش باش يخلصوا السائقين والمرافقات، وكذلك ما عندهمش باش يخلصوا المازوت وباش يصلحوا الطوموبيلات. واللي اليوم كيستهدف هذا الاسطول ديال النقل المدرسي، كنعتقد ما عنديش الارقام بالضبط، ولكن كنعتقد بانه ازيد من 800 تلميذ من ابناء الجامعه اللي كيستحقوا الدعم ديالهم للولوج للمؤسسات التعليميه. لذلك السيد الرئيس كنعتقد بانه هذا الفصل كنقترحوا نزيدوا فيه واحد 40 مليون باش في النقطه المواليه اللي غادي تكون عندنا اللي كتعلق بتعديل الاتفاقيه ديال الشراكه ما بين جماعه وتنسيقيه جمعيه المجتمع المدني، نشوفوا هذاك الدعم اللي كتقدموا الجماعه التنسيقيه، نشوفوا الامكانيه من رفع منه باش تمكن التنسيقيه من تقديم الخدمه ديال النقل المدرسي للتلاميذ بجوده وفي المستوى، ولكن دون ان نعرض الذمه الماليه للتنسيقيه للمضايقات او لبعض الصعوبات، لان عرفنا بان التنسيقيه مازال كتواجه مجموعه من الاكراهات واللي غادي نرجعوا ليها في الاتفاقيه ديال الشركه. ولذلك كنطرحوا بانه مادام عندنا تعديل الاتفاقيه من دابا غادي نرفعوا من هاد في هاد الفصل، نرفعوا منه باش تكون عندنا الاعتمادات الضروريه لدعم التنسيقيه حتى تتمكن من نقل التلاميذ. ثم السيد الرئيس شفت واحد الفصل ديال شراء المواد الوقايه الصحيه، وكذلك
مواد التلقيح، كنعتقد بان في هذا الفصل اللي كتدخل فيه حتى المواد النظافه ياك فاطمه؟ لا المواد النظافه فين كاينه؟ كاينه في 10 اوكي حتى نوصل 10 وحتى هاد المواد ديال التلقيح اللي 10 60 دو المراحل ديال الجماعه لقاوها في وضع كارثي، لا ماء لا نظافه، وبالتالي اذا كانت هذه الفصول كاينه ما تخش عن جدول الاعمال. لا لا كنهضرش جدول الاعمال. لا هو جدول الاعمال. لا لا كنهضرش جدول الاعمال. شكون اللي دخل فيك المناهج؟ دخلتها انا. ما تدخلهاش. لا بغيت ندخلها. بغيت ندخل مواد النظافه السيد الرئيس، بغيت ندخل مواد النظافه اللي كتصفها الجماعه وكيجيو الاعضاء والمواطنين ديال المراحل كيلقاوها في وضع كارثي. لاش كتصرف هذه الميزانيه الا كيجيو الناس كيلقاو الوضع كارثي؟ سلام الوقت ديالك. سلام. يتعلق السيد الرئيس بإعانة الجمعية الرياضية، حقيقة أن الجمعية الرياضية الفريق الوحيد اللي كيلعب على مستوى الجماعة كانت عنده صعوبات في السنوات الماضية. بالحقيقة دابا كنشوفوا بالنسبة ل 22 كانت عنده 18 مليون، دابا حاليا المقترح أنه 10 مليون، فلماذا لا نحافظ لها على نفس المبلغ؟ بالنسبة للجمعية التنسيقية، تنسيقية جمعية المجتمع المدني، لها أسطول كبير، أسطول متهالك قديم من 2000، أعتقد أول حفل ربما 2012 إلى يومين تقريبا 14 عام أو 15 سنة، خصو الدعم، خصو المواكبة، خصوصا أنه جماعة وعاك يعني المساحة ديالو هي الظروف، ولذلك حنا يعني خصنا نرفعوا ليها الدعم خصوصا مع قلنا مع القزوة ومع العجلة المطاطية ومع بالنسبة للإصلاحات اللي كتحتاج هذه الحافلات، خصوصا أنه عندهم زوج حافلات على ما أعتقد متوقفه، فلذلك انا كنقترح ان نرفعوا الحصه اللي كتقدمها الجامعه وهي 2 مليون الى 3 مليون على كل شاهد، بالاضافه الى ان الجمعيه التنسيقيه عندها جوج حافلات على ما اعتقد ماشي ديال الجماعه، اذا ما دام ان التنسيقيه دارت مجهود جابت حافله وبالتالي ان الجماعه خصها تقدم لها اعانات الحافلات ديال ربما محسنين على ما اعتقد والمجلس الاقليمي، فلماذا لا نقدم لها نفس الدعم اللي كنقدموها يعني الحافلات ديال الجماعه واللي عندها شراكه مع التنميه البشريه واش وجهك؟ شكرا يمكن عليك سيد الرئيس، ما بغيتش نوقف الاخوه لانهم كانوا يتحدثون خارج النقطة بالضبط، لأن نحن هنا بصدد مناقشة الميزانية، وهذه النقطة تتعلق بإعانة مؤسسات أخرى اجتماعية وليست التنسيقية. يا من يعلم القانون ويدعي أن يعرف القانون، لذلك النقطة ديال التنسيقية راه عندنا في آخر نقطة ولا في الخامسة ربما النقطة الخامسة، هنا اقترحوا فقط ما كاينش تنسيقية. إذا كنتوا باغيين تهضروا على الجمعيات، هضروا على جميع الجمعيات المنضوية الداخلة في النفق التنسيقي التي تستفيد من الدعم. النقطة ديال التنسيقية راه عندنا في نقطة أخرى الخامسة بالضبط، ديك الساعة لا نقول شكرا جزيلا، حنا نقترح دابا كنقترحوا الميزانية. كما قال سي بومدين كاين ارتباط ما بين هالدعم وما بين التنسيقية، لأن جاية الاتفاقية ديال التنسيقية وبالتالي كنهيئوا ليها. كنهيئوا لها الاعتمادات المالية، ولكن الشاهد اللي عندي هنايا باش ما نهضروش على التنسيقية لأن الباب يتعلق بالجمعيات الاجتماعية، الشاهد اللي عندي هو السي عبد الرحمن. السي عبد الرحمن رغم أن تقرير اللجنة المالية عندي عليه تحفظ لأن هذه اللجنة نحن أقلناها، هو عضو في اللجنة. التقرير اللجنة يقول الباب 20 مجال الشؤون الاجتماعية، في إطار مناقشة هذا الباب اقترح أعضاء اللجنة الزيادة في الاعتمادات المخصصة للفصل المتعلق بإعانة الجمعيات الرياضية إلى مبلغ 18 مليون درهم لكون فريق شباب وعاد. هذا المبلغ ما كيتعطاش شباب وعاد، حنا كنديروا الميزانية للجمعيات الرياضية، أش خليك أنت تهضر على شباب وعاد؟ إلا بغيتي أنا ما نهضرش على التنسيقية،
هذا مكتوب، انت كتهضر. عبد الرحمن كيهضر في التقرير ديال اللجنه كيقول فريق شباب وعارف المستفيد من هذه الاعانه قد حقق نتائج ايجابيه في مشواره. اذا كان السي عبد الرحمن كيهضر في الميزانيه ديال الجمعيات الرياضيه على شباب وعارف، شكون اللي غيمنع لي انا ما نهضرش على الجمعيات على التنسيقيه اللي عندها معها اتفاقيه الشراكه وكتاخذ الدعم؟ اش هاد التناقض؟ اش هاد الفلسفه اللي جبتي لنا دخلتيها جديده لهذه الجامعه؟ انت كتهضر في التقرير ديال اللجنه على جمعيه باسمها. انت واش تهضر انا كنهضر؟ وخليني غير نكمل. لا باش ما تقولش واخا انت وجه الرئيس. وخليني نكمل. انت كتقاطعني علاش وجه الرئيس؟ انت كتقاطعني وخليني. انت كتقول ممنوع توجد ليا الكلام. انت اللي رديتي عليا. انت اللي رديتي عليا. لا ماشي مرة ماشي جوج. واخا السي الرئيس الله يسالي واعطيني الكلمة. لا لا كمل كمل كمل. كمل. خذ راحتك و السيد المتدخل الذي تدخل وانتقد لانني ذكرت التنسيقيه هي شريك هو نفسه كيهضر في التقرير ديال اللجنه على شباب وعز وفسر ليا هذا التناقض. انا بغيت نفهم. شكرا. تفضل سي منطقه. احنا بالنسبه للجماعه عندنا وليد، عندنا 100 خصوصا وائل سلوان 25 كيديروا السياسه بالتنسيقيه، وحنا التنسيقيه دابا هاربه علينا، ما كيقربوش كاع عندنا تماما. اش كيعرفوا؟ خصهم غير الدعم، خصهم النقل، ندبروا لهم النقل، خصهم هذه. التنسيقيه خصها تكون قريبه للرئيس، المكتب اللي كيسير. ماشي انتم ديما في المواقع كتضربوا فينا جميع المسائل، كي غادي ندير انا غادي نعطيك الفلوس. وبان دابا غير بالنسبه للكلام ديالكم كتقول عندكم شحال من تلميذ؟ 800 تلميذ. 800 تلميذ ضربها في 10000 فرق 100 درهم، شحال تعطي 80 مليون. واش انا ما نقدرش انا نسير الاخر؟ راه 80 مليون فلوس. زيد عليها الدعم ديال الجماعه، شحال كنعطيو لهم؟ حوالي شحال سي الرئيس؟ 20 20 ها 100 مليون. ما تقدروش تسيروا انتم هذا الاخر. أرى عندكم الفلوس؟ أرى عندكم شو عندكم ولا؟ أرى الميزانية تقريبا أرى وصلتوا الجامعة إلى يعني حين الموظف أرى أنتم هذا الجامعة. أخصكم أنتم ما تعرفوا كيفاش تسيروا. وكذا دابا غير سمعت البارح بأن درتوا العجز ديال 16 مليون. عجز دارتوا 17 مليون. 14 واخا 14 ولا كيف. بالنسبة لها والسنوات اللي قبل علاش ما كنتوش كديروا العجز؟ حتى هاد المرأة حطتو العجز جا غير هكذا. ومع الأسف الشديد أن الأصول شكون اللي هجبو؟ أنا تولي هجبتو هي ما كانش صيانة. الصيانة بالنسبة للأصول تيكون تكون صيانة الواحد يتبعها شوية بشوية، باش نخلي حتى طاحت الطوموبيل وقلت هي صافي رميها. لا بالنسبة للفصل ديال جوج المليون سيقول لي كيقول لك الآخر هذاك الفصل حنا ملي كنقترحوه راه كيكون كنقترحوه ولكن ماشي هو اللي خاصك تصرفو. راه الرئيس ملي كيصرف الميزانية راه على حساب المداخل اللي غادي يجيو. راه ما غاديش يبدا هو يمشي مثلا جوج المليون واش غادي تقتل الناموس ديال واحد كامل ولا؟ راه مستحيل. ولكن كاين حاجات يمكن غادي تبان شي حاجة اللي غادي نحتاجو ذاك المبيد اللي غادي ما نعرف واش الناموس ولا شي حاجة أخرى تما نصرفوه. راه ماشي مبزز علينا درنا جوج المليون خصنا نصرفوها. راه بزاف ديال عندنا نعطيك بزاف ديال الجير واش مرة الجير كندير ولكن كيكون احتياطي. ولكن الأولوية لمن كتكون الأولوية؟ الأولوية كتكون لمسائل أخرى. عندك الموظف هي الأول، عندك الإمارة العمومية هي الثانية، عندك العلاقات إجبارية. إيوا صافي إجبارية. من بعد أش كيبقى الرئيس؟ في الأخير هو إجبارية هذا معندهاش علاقة. لا نهضروا على السكينة ومن بعد هضر مع راسي. إذا بالنسبة لهذو الرئيس هو اللي الميزانية راه هو اللي كيديرها هو اللي كيصرفها. حنا كندخلوش معاه
كان راقبوا من بعيد كنعاونوا هو اللي كاين اش كندير هو اللي كيصرف حتى الاخير في الاخير مع هذه الى قاتل شي حاجه راه المجال ديال الجماعه راه باينه راه كيتقاتل معها كيزير منا ومنا باش يوصل العام ديالو وشكرا سي الرئيس المسؤولية الحينئذ إذا نتحدث هنا الآن نتحدث فقط عن إعادة مؤسسات أخرى. ردا على ما قاله السيد المستشار أن لجنة المالية ذكرت بالاسم جمعية شباب المعارك الرياضية. فعلا لماذا؟ لأن المستفيد الوحيد من الدعم من طرف الجامعة أقصد بالضبط الجمعيات الرياضية هي جمعية شباب بوعرق كرة القدم هي الوحيدة وليست هناك جمعية أخرى وضعت طلبها وتستفيد من الدعم. هذا هو الشيء الذي جعلنا نقصدها بالضبط. في حين أن مؤسسات اجتماعية أخرى في هذا البلد بالضبط هناك جمعيات عديدة تستفيد من الدعم، منها جمعية الدول الثقافية، جمعية اللي كتسير المركب النسوي ديال المغرب، التنسيقية هي الأخرى تسير دار الفلاح، جمعية التي تسير ملعب بإلكماش. من أجل ذلك قلت لكم لا تذكروا فقط التنسيقية وكان عليكم أن تذكروا جمعيات أخرى بأسمائها. لكن سيد الرئيس ما زلت في نقطة النظام ودعني أحلق بكم بعيدا قبل الخوض بالضبط في نقاش دون محمد. أوقفني كلام صرح به بالأمس السيد المستشار المحترم الذي كان يوجهني كلاما وأوجه له كلاما كلام أقل ما يقال عنه أنه يمسني أنا شخصيا ويتهمني بتهم خطيرة. أقول بأنها خطيرة لأنه صرح في ثنايا حديثه عن من يسير صفحة جماعة بوعاب الفيسبوكية وقال لنا من أين تسير، هل من الإمارات أم من إيران، بين قوسين إيران. هذه الدولة الخبيثة الشيعية الفارسية المجوسية التي تدعو إلى انقسامات الدولة الإسلامية بالخصوص الدول السنية، هذه الدولة التي فرقت المسلمين، هذه الدولة ولا أدري كم مرة Shut up!
تضرب لا لا قال المنافق سير ضرب على ديك واه قول لها واش من علاقه عندي بجماعة الوالي واش شي من عليهم في المواقع باش بدا باش الميزانيه خذ رايك قول لي قلت علاش غادي تشتغل عليها لا خلينا نكمل افاق لي شي حدا يعطي اش من رايك غادي تشتغل وانت شخصيه باش تخرج من الهضره اسمع انا واحد خدمت المشاركه في التسويق كتبها في المحضر ماشي مبتدعون ماشي موحدون ماشي تحفنا متشبثون التعديل اللي كينحلوا لنا القانون قال لك اللجنه الماليه دخلها الوسيطه. نعم اللي عرض قال لك الميزانيه هذه اللي صوتنا عليها. الميزانيه ولا الاختيار ديال اللجنه. غادي يقول غادي يدخلها. اخذوا بالاعتبار حضر اللجنه ان مر الى البيت. الله يرحمك 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 الله باش نجيبو المغاربه راه جات 20000 درهم شريعه عتاد الصيانه 5000 درهم شريعه عتاد الصيانه 20000 درهم مستحقه ديال الكهرباء 4 مليون ديال الدرهم مجموع الباب 4 مليون ديال 25000 درهم كنعرف انت تدخل. الله وليك امرا السيد الرئيس غنقول لك مره اخرى راه انت السلطه التنفيذيه ماشي السلطه، انت دور التنفيذي، الرئيس ينفذ المقررات التي يتخذها المجلس، والمجلس يتخذ القرارات بالأغلبية بغض النظر عن طبيعتها، بغض النظر المشرع حتى الحق للمجلس. انت كتدير الميزانية، درتي لينا واحد الميزانية، حنا عندنا ملاحظات كنختلفوا. اليوم انت جبتي لينا شراء الأشجار، راني كنهضروا حنا منيح بغيتي تهضر خذ الكلمة مالكي معاك مالكي وش عليا مالكش قال في القهوة إلا ما احترمتينيش أكثر من الرئيس ديالك. واش معايا؟ إلا معاك أنت معاك أنت. واش معروف هذا الناس؟ معروف أنت اللي راك كيعرفوك في اليوتيوب ماشي أنا. ولا شكون اللي كيعرفو أنا ولا أنت؟ معروف. واه أنا معروف بشرف، أنا معروف بشرف. الله يسر حيدو ضارب. أنا معروف بشرف. والله الله يسر حيدو ضارب. سيد الرئيس كتعطيني الكلمة ضمن لي حقي. ما تخليناش نتجاوزوك. الوقت ديالي حسبوا لي اللي ضيعوا لي. ملي كنجيبوا التعديلات حنا كنشوفوا هذه القناعه ديالنا كدير 10 مليون شراء الاشجار، 2 مليون شراء البذور والازهار. حنا كنختلفوا كنقولوا حنايا في بوعاد عندنا اولويات اخرى، ما محتاجينش التسجيل، فين غنسجلوا هذا الشيء حنا؟ ما عندنا مساحه خضراء، ما عندنا حتى شي حاجه، فين؟ حتى المحطه الطرقيه راه غاديه لبلديه النظر. دابا حنا كنشوفوا بانه كتسديوهم 13 مليون كترسوهم 10 مليون وهذه عامين قلنا لكم السيد الرئيس رجاء راه الاشجار راه حنا في الظرفيه ديال الجفاف، راه السيد وزير الداخليه قال لكم ما تغرسوش وما تسقيوش الشجر لانه خصنا نحافظوا على الماء وما كنضمنوش اننا غنسقيوهم. هما تغرسوا جوج المرات مع الطريق ديال سلوان اليوم يبسوه، واش ماشي حرام؟ وحنا عندنا الناس ديال بوعاد محتاجين. دابا حنايا كنمشيو الامور ذات اولويات كنقولوا لا وكنمشيو الامور حنا ما محتاجينهمش كديروهم. هذا مجلس كيشوف الاولويات ديالو بالاغلبيه، انت رئيس مجبر قانونيا غتنفذ سميتو
القرارات ديال المجلس. لذلك الله يخليك وسع شويه خاطرك وما تقول ليناش القراءه الثانيه. القراءه الثانيه تخضع لنفس المسطره اللي كتخضع عليها القراءه الاولى. الا غنجيو القراءه الثانيه غتقول لنا الميزانيه كيديرها الرئيس عاوتاني، علاش غناقشوها؟ كاين اعداد الميزانيه، مناقشه الميزانيه، تعديل الميزانيه، المصادقه على الميزانيه، ومنين كتصدق وكتاشر الرئيس ينفذ الميزانيه. هذا هو القانون. لذلك رجاء صحح مجموعه من الاغلاط اللي راهم عندك، والذي يفتي عليك راه غلط. شكرا. شكرا. نتابعون المجلس الجهوي لمسابقتك. حنا حملنا نتابع المجلس الجهوي فقط، حتى المجلس الاعلى والمفتشيه وان شاء الله كل شيء يجي، لان زراعه الارض الشعب مش حنا اللي غسلناها، حنا قمنا بالساقي والري وحده. وهذه درناهم احتياطيا في حاله الى قال لي الى جات لينا شي توصيه ولا شي حاجه ما غسلوش شي شجر ولا شي حاجه. ها هو الان جات لينا الرصو ديك الرامبون دي رامبون وديك التيتوارات باش غدرنا احتياطيا وهزينا منهم واحد شويه وغسلناها. واللي بغى يطالع على واش كاين ماشي مجلس جهه ولا الحسابات مرحبا، حنا ماشي بغينا غير مجلس جهه هو، حتى المجلس الاعلى، حتى المفتشيه الداخليه تجي مرحبا بكل وضوح. قريبا واجب ما نقولش قريبا وباش الميزانيه انا قطعتها. انتم درتوا الاقتراحات ديالكم ناخذوه بعين الاعتبار، الا كاين انتم ما غاديش تصوتوا عليهم، لكن هذه انت ديالي انا قطعتها ما غاديش تصوتوا عليها، غتكون قراءه ثانيه ناخذوا المقترحات ديالكم نديروهم هنايا وان شاء الله تقبلوا. واش ما عنديش حق؟ انت عندك الحق دير اللي بغيتي. ماشي انا اللي عندي الحق، المجلس. هو المجلس ما عندك الاغلبيه غادي دير كلشي، غادي 50% في المجلس غادي يدير الحق، راه عيب واحد ما كايناش. الحق بين. لا 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 سي ما يخص العداد بعيد سي وثانيا هذه لا بغيتو كاين تصويت ولا ماشي تعنت ولا شي حاجه، لان ارى ان مقترحاتكم بكل وضوح وبكل شفافيه ياك تساهم في عرقله المجلس وحده. سيد الرئيس شوف خليهم واش واحد هو عارف من الصبح هو كيقول لك البترو تزاد السيادة الإصلاح تزاد وكيجي ينقص لك 50% في المازوت؟ أنا ما عمري شفتها، لكن الحمد لله كنت في اللجنة المالية وبرلمان ودزتي رئيس عارف الجماعة وسيرتيها وعارف السير ديالها، سكر الماء خصك في الحقيقة تجي تعاون. سيد الرئيس السميح البارح باش اقترحنا والعجله النطاطيه، لان لقينا المجلس غادي في واحد الاتجاه انه كيدير الزبونيه كيخدم الضوائر ديالو، قلت البارح لان بالنسبه منين كتكون الاناره منين كتمشي واحد المحيط عندك تما جوج ضوائر، عفوا جوج ضوائر انتخابيه كاين دوار واحد كتصاوب غير ذاك الدائره اللي منتميه ذاك العضو راه معاك ماخور. لا علاش؟ هذه جماعه قدموا خدمات للساكنه جماعه بوعري، حنا عارفين بانه ذاك الاقتراح اللي اقترحنا ما غاديش يدوز، لان كاين سلطه الوصايه ما يمكنش، انا يستحيل كاين كما قلت كاين القراءه الثانيه. حنا الهدف ديالنا كنا كننبهوا بانه ذاك الاتجاه اللي غادي فيه المجلس ماشي هكاك يا سيدي الرئيس، حنا نقدموا خدمات لجميع الساكنه بغض النظر عن الخلافات السياسيه. منين كتجي السيد الرئيس المواطن كيحط هنا الملف ديال الرخصه ديال الماء والضوء كتبقى خمس شهور واضح عليا سيد الرئيس، هذا هي اليوميه بصحه ديال الساكنه، منين كتبقى هنا كتبقى الرخصه ديال الماء ست شهور عام ما كتوقعش. كيجي شوف لا اسمح لي سيد الرئيس، هذا واقع هذا واقع 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 نعريو عليه، لا واقع نعريو عليه.
الا كتهمنا المصلحه ديال السكينه في جميع الاخر ديالها انا في جميع الخدمات حنا 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 عارفين بانه الطرق ديال الجامعات طرق شاسع راه خصنا نزيدو الحافلات كما قلنا خصنا نزيدو في الزيوت نزيدو في الغازوال راه خصنا على الاقل تكون الاسر اكثر من 10 الساحنات الشاحنات ربما ما غادي راه حنا بالنسبه سيد الرئيس راه ما نرجع في اللحظه الغريبه راه احياء هادو ماشي ضواوير راه احياء راه كوارع الويد ديال عامرين سيد الرئيس حنا عارفين الواقع ولكن منين كنقدموا الخدمات القرب ما نديروش فيها الاخر سميتو واحد هذا مواطن ولا هذا ماشي مواطن الدرجه الاولى والدرجه الثانيه ماشي معقول سيد الرئيس قدموا خدمات للجميع بدون استثناء حنا معاك نتعاونوا راه من البدايه السبب ديال انا من الاغلبيه مشيت المعارضه علاش لان اول مره انا نائب الاول كيجي النائب الثاني كيوقف في الحافله على ضواوير علاش نتشمع على التصاور ديالي حاضر سيد الرئيس نمشيو نشوفو ما تقوليش انا استدعيت الغياب ديالي نديرو لجنه تحضر فيها سلطه الوصايه واش عندك بوعكه ولا انا معاك واش عندك بوعكه اما كاين ما شوف هاد من رمضان ما جاش عندي لا جا عندك راه كيجي شوف جا بالنسبه لاخر الاناره العموميه كان تصور في الميزانيه لا تصور في الاناره صح انا كنهضر على شوف انا كنهضر على الاناره طافيه ما تقوليش سيد الرئيس